أيها الإخوة والأخوات، حفر حاضو أولا له منهج أونلاين إذا إيدي سوقت بيان محاضرة دان إما أبدا أوكو صاحب سنة. التوحيد فضله ومعناه وأهميته، توحيد كفضل قيسا يمعنه إيسا يمهمة أولي هي توحيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن وحنا نحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وحنا نوجد انتونا بإذن الله تعالى فضيلة الشيخ عبد الكريم حسن حوش حفظه الله تعالى. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبين كان عاوة وحي نومرتيا شيخ عالم كمدى علماء وقوة وين دولك الصومالية وشيخ عبد الكريم حسن حوش وكمدى علماء التوحيد كمانتا يدعوة فلله الحمد مساجدد وأي بوحان تدكي بالعوي أسوها القمي جهدك كبحيي كمدها إلا ما أنتنا كجرة أنا أردن كرنانا وعلومة نادر كأي ما أنت أينو هايسنو إلهي سبحانه وتعالى أينو دايو وحمل الدقين يعني مقالة برعة ونصاب وغضي إنك وحي إنك واجب مركعين إنو شيخا سفي عن غفايو وحمل الدقين يعني مقالة برعة ونصاب وغضي إنك وحي إنك واجب مركعين إنه شيخا سفي عن غفا إذا سنو موضوع كهض لي أنا وحوي الموضوع هذا مهمة موضوع أهمية التوحيد توحيد كي أهمية دي سرنتي وامد لو بأهن يأين وحبا لك هذا وأمد اللفانسيو. ومن أجل التوحيد قامت السماوات والأرض، ومن أجل التوحيد خلق الله الإنس والجن، ومن أجل التوحيد أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل جميعا. لأن سبحانه وتعالى توحيد كأوجد أي الرسل شوردا وصادرا، ما من رسول إلا وحكوية كويري أما ومدي سوود دعود ويري وحي التوحيد إن إله سبحانه وتعالى كليان. ومن أجل التوحيد أي النبي عليه الصلاة والسلام إن كبضا صدحية طوان سنة إن كبضاً صدحية طوان سنة وحو فرديي ودعوة دوغيري مقالة مكة وتوحيد كأيو مدى فهنسيني توحيدك إخواني في الله وأساس كالدين ته توحيدك وأساس كعمل ك لقو أقبل أيوه توحيد أنو جرين عمل كلما أقبل أيوه. ومن أجل التوحيد أيدتك كوقي السمين كافر يا مسلم مركا موضوع مهم ك أيو شيخينو جزاه الله خير هبين كان عاوة إنه فافاهن دونا وحين الله أنا هاي شيخ بارك الله فيك كسور دوو ومركورة مقالة بورما مقالة دادي وطدخاقي وارضي دادي وحين كاقا فردنا إنه إنه موضوع ما أنت صفي عني هبين كان عاوة إن شاء الله تعالى بارك الله فيك فليتفضل مشكورا. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا.
walaalayaal kulle ammaanaha uu sheekh Ismaaciil sheegay anigu munaasib kulle uma yihi buunbuunintaas badan ee uu hadda tilmaamay mid ku sifaysan ma yihi. Marka waan ka cudur daaranayaa, waxaana ka sugnaatay Abubakrin Sidiiq radiallahu canhu wa ardaah marka la ammaano inuu odhan jiray allahuma laa tu'aakhidnii bima yaquuluun waqfir lii maa laa yaclamuun waajcalnii khayran mima yadunnuun. Ilaahayow, waxay sheegayaan ha i qaban, waxaynay ogeynna ilaahow iga dhaaf, waxay ugu malaynayaan mid ka wanaagsan ilaahow iga yeel. Walaalayaal, dadka muslimiinta inay wax isu sheegaan waa arrin fiican, shardina maaha wax aan la garanayn in la sheego ee wax la yaqaanay baa laysku waanin. Tanfacu lmu'miniin, waani waanadu waxay anfacaysaa mu'miniinta. Marka in la iswaaniyo oo waxa la garanayo lafteeda la isxasuusiyo la ysku waaniyo waa shay fiican. Tawxiidku waa asalkii diinteenna, waa kelmadda lagu soo galo islaamnimada, waa waajibka koowaad ee qofka saaran ee in lala yimaado ay tahay. Nebiyadu waa arrinkay ku wada baaqayeen yeedhistooda iyo dacwadoodana ay ka bilaabayeen. Waa awal waajib, waa waajibka koowaad, waana waajibka ugu dambeeya, waana waajibka ugu horeeya. Nabigu wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam, yaa mucaadu innaka taati qawman ahla kitaabin falyakun awwala maa tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa anna muxammadan rasuulullah. Mucaadow, waxaad u tegaysaa dad ahlu kitaaba ee ha noqoto waxa ugu horeysaad ugu yeedhaa labadaa shahaado, labadaa shahaado in ilaahay waaxidnimada uu ilaahnimadiisa kelida la yahay loo qiro, rasuulkana sallallahu calayhi wasallam in risaaladda iyo nebinimada loo qiro calayhi salaatu wasalaam. Mawduuca muxaadaradu waxa uu ku saabsan yahay attawxiidu fadluhu wa macnaahu wa ahamiyatu, tawxiidka fadligiisa iyo macnihiisa iyo muhimmadda uu leeyahay tawxiidku. Fadliga haddaan ku horeeyo oo wax ka yara tilmaamo, fadaaisha tawxiidku waa badantay, adilo badan baana ku soo aroortay. Oo fadliga tawxiidka sheegaysa waxa uu nabigu yidhi sallallahu calayhi wasallam, afdalu maa qultu ana waannabiyuuna min qabli laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lah. Yacni waxaan idhaahdo anigiiyo nebiyadii iga horeeyeyba waxa ugu fadli badan oo ugu mudan tawxiidka, laa ilaaha ila allahu waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu lxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir. Xadiiska tirmidiga nebigu waxa uu sheegay wax nebi muxammed iyo nebiyadii kaleba ku dhawaaqaan in tawxiid ugu mudan yahay oo ugu fadli badan yahay. Waata kale waa afdalu lxasanaat, khayraadkoo dhan iyo xasanaadkoo dhan, xasanada ugu muhiimsan ee ugu mudan ee ugu fadliga badani waa tawxiid. Nebiga waxaa la weydiiyey sallallahu calayhi wasallam, amin alxasanaati laa ilaaha ila allah, xasanaadka miyay ka mid tahay laa ilaaha ila allah. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, hiya afdalu lxasanaat, xasanaadka iyadaaba ugu mudan oo ugu fadli badan. Nebiyadii waa ku dardaarmayeen, dadkana waa ugu yeedhiyeen. Waxaa ku soo arooray xadiiskii imaam axmed wa kayruhu soo wariyey, waxaan ku amrayaa laa ilaaha ila allah, falow ana asamaawaati asabca walardiina asabca fi kifa walaa ilaaha ila allahu fi kifa lamaalat bihinna laa ilaaha ila allah aw kama qaal. Nebigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam in nebi nuux inankiisii ku yidhi waxaan ku amrayaa laa ilaaha ila allah. Marka laa ilaaha ila allah haddii kafad la saari lahaa, toddobada cir iyo toddobada dhulna kafadda kale la saari lahaa, laa ilaaha ila allahu baa cuslaan lahayd. waxay tilmaamaysaa fadliga uu leeyahay tawxiidku leeyahay. Waa alkalimatu ayiba, waa kelmaddii wanaagsanayd. Wamathalu kalimatin ayibatin ka shajaratin ayiba, culammadu waxay ku fasireen kelmadda wanaagsani inay tahay laa ilaaha ila allah. Wa kalimata taqwa walzamahum kalimata taqwa wa kanu axaqa biha wa ahlaha, walzamahum kalimata taqwa wa kanu axaqa biha wa ahlaha.
كلمة التقوى وكلمة التوحيد ودعوة الحق له دعوة الحق ولا ماذا وحي كفصر دعوة الحق اللي وقد شهد لا إله إلا الله والحق إلا من شهد بالحق وهم يعلمون علماء وحي إلى هذا الحق وحلوت شهد لا إله إلا الله إلا من شهد بالحق في لا إله إلا الله قره وهم يعلمون يقعوا قرنية حقيقة التوحيد قرنية فضائش التوحيد كأدي أدبي وبضنتها أدلة بضن بانك الصاروت فضل قولي هيد رادد واتلو يري روح مركو لمن يقول لقيم لا إله إلا الله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله كوين لمن يوحى لقنتان لا إله إلا الله روح لا إله إلا الله كل انتا چنو قيل كل انتا چنو قيل إياه من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة أي النبي صلى الله عليه وسلم حديث كمسلم صحيح كسوري كل انتا إصدق وقرن يا لا إله إلا الله وحق قيل إياه چنظر أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلقى الله عبد بهما غير شاك إلا دخل الجنة شهادتين كأدون كمدن توء إلهي كلمك كلمه إنو تشنى قلمه يعني روح قصول لبدا الشهادة كلن تا تشنو قلي يا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرآن كقراءة سمرك الله صوب الله أمرك أقوه الرئي الروح الله كل ميا وأمر بالتوحيد يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم عبادك كليي وكلي عابدا وأمرك أقوه الرئي كل ميا قرآن كقراءة سمرك الله صوب الله نهي أقوه الرئي وحلقا الرئي يأكل كل ميا وحن غنيا ونهي عن الشرك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نهي قصة أغهر رأي مرك قراءة القرآن كلا صوب الله وأنا نهي عن الشرك أدي الله بضم باكسة أرطي فضيك التوحيد كإيا أمرك التوحيد كلا أمر يمد والباء وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا نبي هذا النبي ولبوح كباقي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله مركا فضائشة إي أوامرت أمر إيسا التوحيد كآد بي أبضلت إي أوامرت أمر إيسا التوحيد كآد بي أبضلت معناها التوحيد كهدين أقن ددقنوه يدو وقتك إسككو بني هاي كلمدة كلمة التوحيد ما دامت هاي أفضل كذكرك وفضلك بضن وحلقة دقي كلمة سهلا وكل واقع لكل واقع يواد السهلا يهي عرب كان أفضل ديها حروفها أدادك النطق يهد وأدك يهي كلمة دم كمتشران غين كمتشرو أضاد كمتشرو تدك قار كود عينك إيا حادة أيار لبا كمتشران وحروف ود السهلا حروف تايكا كوبانتها هنا علماء وحي لهدين حرف لبعله كما تشلو لما انتود وود مهمله طاوحة كسوغن بالا تلمان لا تلمام ايو إن لغا مرن إن لغا مرنيسيو شرك وحل يلاه دو الله خالص يلو إلهي الله قد نرتره وحودا چل يلاه دو معنها النوع عصال قد تلمام ايو بي علماء قاركود يلاه دو لا إله إلا الله محمد رسول الله وتدبك المدود لا وكلمد إله وكلمد إلا وكلمد الله وكلمد هلك وأفرك المدود محمد وكلمد رسول وكلمد الله وكلمد والسبع كلمات لبدي الشهادة ما دامت تدبدا كلمدود أي ككوبنتهي تدبدا الباب النار وحلق قبت بادي لبدا الشهادة سيدا الباب هذا النار تويهن تضبع أي كلمات كيدون تضبك كوبي وتا حديث الله ينغشها قال الروح أمرك لا إله إلا الله إله هذا أو يقين صن الدهري دخل الجنة وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه
ruuxi laa ilaaha illallahu yidhaahda maalin maalmaha ka mid ah oo sidaana ku dhinta iyadoo wax burinaya aanu la imanin jannu gelayaa ama hor ha ka galo ama marka dambe ha ku dambeeye وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه وحلقت المامية تدك قار كودو دروب وأوين ليمي ومرك هورا لصو النظيفي ونار تلقو الصو حاله ولقو الصو النظيفي وقلون كلقو الصو ريبو أي أجره وأما شفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نار تلقو الصو بحيه أما شفاعة المؤمنين تلقو الصو صار النار تا أما النحرست إلهي بلقو الصو صار وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه أي النبي صلى الله عليه وسلم مركي الله لمن يوحى الله لقم يا روح لا إله إلا الله حال الربا الله حال الربا هذا الكأقضا بي أكل واقع إنه النقض لا إله إلا الله صلى الربا روحنا هذه كلمة أقضا بي سأكل واقع أي لا إله إلا الله النقض وصدا كل انتو شنذا أيو قليا هربك قليا على صنع لي يا شيخ وين أو علماء يهور كم ذا أو لورنش ريا الحافظة بزرعة الرازي أي سكرات كويمي مشايخ كلا ويمي مركز صوحي حصوستين مركز أركان السكرات أيوه حديث كشيخ يلقن موتاكم لا إله إلا الله تذكرنا لمن أي السكرات أي لا إله إلا الله لقمة روح هذي على ركتين عرسي هي وإن كلمة التوحيد كالله لقمها وإن النبي قائنا أمره صلى الله عليه وسلم هل كبه وحي إلى هذين ورسين وقل لقنا قل ذي وكير حشوطي مركي الدنبي وحي إلى هذين حديثك أيو دقرنا يا سو مركي الدنبي وحي إلى هذين حديثك أيو دقرنا يا سوري حديثك السنة كيسبي أبلابين مركي الصوت دي أدنا وضع مركا صوحة أخرى لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فخرجت روحه مع الهاء مركو لا إله إلا الله يري هذا إيو هذا لا إله إلا الله أقضى بيسة ينفطى إسلام حضي يا والنعمة إلهي دي كلانك أقضى بيسة أقضى لا إله إلا الله نعمة إلهي وي مركا عدي السكرات إساء مع عروس يلا أركو وإن لقد ذلك إن توحيدك الله لقمه وحنا في عن مركة الله لقمه أيوه إن أن لقوع العلين إلا أدبك هالله مرضا با إلا أهد الله مروال بلقوع العلين ما أيوه حلق بقية إنه كرهي إسنه هدو كرهي إسنه دخطر بيولاده صح سأساوي الكلمة دي مركة الله لقمته ويلا هدو إلا أهد الكرهي وحك لك الصبحان وكادي يسلوده مرك هذا الكلام الصبح مرك للقعليه وهكذا معناها كلمة التوحيد لا إله إلا الله معناه ذو حوية لا معبود حق إلا الله وإله معناه سوى معبود ومثل عابده أله وبمعنى عبد مرك إله وحلوت شيء ذا بمعنى معبود مثل عابد لا إله ذا كوكستول عابد وحلق مجعابا إله بالق مجعابا لكن كي عبادة متيسي مركا لعابد أيه وإله حق وإلا هم قعب إلهنا وحق إذن عبادة متيسنين مركا لعابدنا وحي النغنى إساء باطل بو النغنى يا إله باطلة أصيب باطلة اللو عابدا معنه بلعيا مركا لكن اللو عابدا معنه بلعيا مركا لكن عد حق اللو عابدا والله أو حق لإلا عابدا والله قرآن مركا لا معبود حق إلا الله بمعنه دعيا تقديرك حق لقدرينا وحلقا قادنا يا لبدا آيات سورة الحج سورة اللقمان قصوا كالأروري ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن ما يدعون من دونه الباطل لبدا آيات بتقديرك حق لقا قادنا يا أو حلقو كلا ساري عبادة الله لعابد أيه عبادة عد كلا لعابد أيه إن الله إلا عابدانا أي حق تهي عد كلا الله كالصوهد أي إلا عابدانا إن أي باطل تهي ساساوي ذا تقدير كحق لقدر يا علماء ذو وحي إله دين والله قم مرمان واحد أعضاء علماء قارين يكون فسرين لا إله إلا الله لا معبود إلا الله مثل عابدا مكشر لا إله إلا الله لا معبود إلا الله مثل عابدا مكشر الله مويان لكن عبارة هو اللي قف في عن يهين
وايو اشياء بدن لا عابدي او باطل لا عابدا جرتها هدي لا يراد عيدان الله هين بل ما عابدين مشركين تو الله بي عابدين قالوا مي الله عابدين سعيد كلا الله كسو هدي عابدين اما اله الا عابدين تو حلا قرنيا ان اشياء كلا اله الا عابدين اما اشياء كلا بي عابدين مربى هدي عيد كلا عابدين عيدان الله هين لما عابدين دل ما اورن كرو حان نبيادو كباقيين كتاقا وحا عابودي ساني الله كسوها ريو الله كلي عباد الله وقاريارا اعبد الله ما لكم من إله غيره معناها اي كباقيين وحاياها إذا الله كلي عابودا كتاقا وحا عابودي ساني كلام وحي الشيغانيين أشياء ذاكري عابوديان دين إلهي ودوينيان إلهي وحينو الشيغيان أشياء ذاكري عابودين إلهي كالصهري إني أغتشيذين إلهي إني أدوويان وإصلاحيان ربي هيدين دوويان إني إصلاحيان ربي هيدين دوويان إني إصلاحيان مركا الله كلي إلا عابدو عبادة الله قاريالو بأن نبي يدا يا رسول الله لما أنت كباقيين أصل كي الدين تنوى لا إله إلا الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون كان رسول الله لما أنتوا وحي كباقيين كلمة التوحيد كلمة التوحيد كنا وحي لما معنى طاي الله كلي عابد عدك لها عابدنا وحانا الدليل آيات كالقرآن قد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله أيوه لا إله إلا الله هو بمعنى ألا تعبدوا إلا الله أيوه لا إله إلا الله وبمعنى إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله مركع عبادة إن الله لقو كوبه وكلقي لعابده وإذن ما كبا غير رسول الله عبادة وحق لها إلا قارية وأن عدل لو ذاك عدل لو ذاك تمجد وعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا شيئا وحسوا قالي أي شيء اتكستا او الله ان اهين او الله للودا شي عبادتا وحين نغني سميدا بنانين ولا تشركوا به شيئا فرق مكر لها شيء سنوعيا حتى النبي يدا يا رسول الله يا ملائكتا ان اله الا لعبد ماها ولا يامركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا ايامركم الملائكه والنبيين اربابا ايامركم بالكفر بعد اذا انتم مسلمون قال كريستانك وحي الهدين عيسى يا الله وهو عابد النبي الذين انا كقالوا بين ارنكاس لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه آيات دي هرائم الشيخ نعلم حي الشيخ ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون عربت قاركود مركي النبي قال الصوت دي رئيسي قول هذا بني خزاع اللي يلا هذا وحي ورنشرين أنهم ملائكتان عابدين ملائكتان إلهي النور دوين إيسا إلهي أكتيس سنة النوغة الشفع قاضيس ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله مركي عابدين وطلب كودي عطسي قود آنو علينين يقو إلهي هيدين بريان أي يقى مركي عابدوا عبادة أولاك هلايا مراد كود ساسوها وحيو ترايسة تاسيمة شفتو آخر مركي لصوصة رخلا إخضاء إلهي ملائكتي وحوي دين إياه أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ملائكي كون ما يدك إذن عابد الشرين قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم إله هذا النو وليه أنا لم يعبد الشرين بري مركنا حيرانا بل كانوا يعبدون الجن وحي عابد الشرين شنك شنك وحلوك هذا الشياطين يقول عندي قوة وحي إسلاحي الملائك بعابد إسان ملائكتنا ربي يقول دوانا يسامبا إصلاحيين ملائكتنا هذا ويدين شفع قاضي سيصلاحيين لكن ملائكته وطفريان ما كانوا دون الجن أكثر ما كانوا إيانا يعبدون آيات ذكر لهم حي شيء
بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. أنك أنما يعابد الشرين كم با يعابد الشرين الرمى السنائين ساسي أرنيا مركا عبادة هو حق إلهي إلا قاريهين وحي سوي الدين لهذا عبادة هو محي عبادة علماء هو حي إلهدين وغاية التذلل مع غاية الحب شعيل كما الضنبيس الراعي استدلين كما الضنبيس أهل بضع صو كل ما هو حل يسكوي له هذا عباده هذا عيد لا يسد الليه أدلين تالا يسكد الليين أيها هذا أنا لقو تشعلين عبادة مغميس مثلا عادوا هدو كاحوق بطه أو بغشاءات كم بغنى السؤال يسد بغشاءات كم بغنى السؤال يسد الليسو ماذا عابدين مر هذا نتش علينا ويوضن عبتهي عداوذي النعي باتشرة بغشاء بالروح يسود اللي وعابدين الأرماء هدو تشعليا هاي وانو يسود اللينا وعابدين الأرماء لكن اسد اللين دمايستران وكامل او تشعيل دمايستران الله الصعود وصيدا اللي وتشعيل يهيد اللي يسد اللين ايو وحي نغانا يسا عبادة العابد الله انك السجودين او الركوعين او التكنين او الصومينين الصيدا كتشعيل الله يسوما اذا هو عبادة اذا هذا ما هدي الله ماذا ارينو اسلا صعود اللي لي مادو دل دمايسرا سعود اللولي ما دو حين غنيسا إن عدا العابدين غنيس وكا الله هو اللي يسد اللين إياه دل قال اللي يسد اللين إياه هو اللي قدش عليها عدك الله بضع الله كل من أيام جد مكا أنواع عبادة دن وإن إله إلا الله قريلا حتى بل لا إله إلا الله وحي علماء ذوي هذا وحي لا ده شروطه أنفعاد دقفك أي أنفعي سل لا إله إلا الله ما أفكيل كيل هذا كليا كفلا وأنو اعتقاد يا يقين يا إخلاص يا محبة يا وحك لبراع نسو مرها سينا كل رنتها إلا بإلا لقم مرمانا أرو علم قوحي إلى هذين مي والله قم مرمان أشياء داسة مشروط داسة حقوق داسة للرعب أو توحيدك إلا قرن أيوه ولو إجمالا سد الضوء وهالنقطة سد الله قرن أيه ولا قم مرموي ويا الله وحر فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فاعلم أقوبا من حق لقو عابدا إنا نتشرنا الله موياني الله كل يا حق لقو عابدا اتكليها الدين لعابدا باطل با لقو عابدا سيد النبي الله أمر أمضى كلنا الله أمر إياه ووح النبي الله فري أمضنا ويفر صنطهين مرهدي الدليل نبي كجاري يلي أن لحين وما به قد خطب النبي تعميمه في المذهب السني النبي قال خطاب صلى الله عليه وسلم أمضوا الله ذا ليس فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو وقال إن قرآن كان لغو سودكي إله علمي سلغو سودكي يحال علمي إلهي كده يهي لغو سودكي يحال علمي إلهي كده يهي لغو سودكي وأن لا إله إلا هو يمد الله عابد إنا نحقها إن الله موياني سيدا وقال وأن لا إله إلا هو وحلقوا عطفي أنما أنزل بعلم الله وكا أيضا وحلقنا أمر إياه إن توحيدك الله أقون يا شالين أمريا الله وحيري ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون شفاعة مهنا أيام كوى الله سكدي لعابد أيام كوى الله سكدي عابد أيام مشركين تو وح شفاعة مهنا أيام إلا من شهد بالحق وهم يعلمون كي حق قري مويان التوحيد كقري استغوا التوحيد كو أقول تفسير كابن جرير الطبري وحورنا إياه يقول قرنا يا حقيقة التوحيد ك قري شهادة التوحيد كاسم بهانا
حديث كمسلم صحيح كالصور من حديث عثمان بن عفان وحشيق من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة كالصور انت استقوا قرن أي لا إله إلا الله شنو قل أيابا نبي قول صلى الله عليه وسلم مركوا إنو كل انت قرشد التوحيد كقرن أيو مركا علم أي شرطها علم قام مركون لنا علم شرطي على الله بشرطي يدقف إنه عالم كل نقضه على قتل ما مي إجمالا سد ضوبة إنه قرنيه كأحق لإلا عابد إنه الله قريه إلهنا أن عدل العابدين أنت وين قرنيه لكن تفاصيل بدن إنه قرنيه إنه قرنيه كأحق لإلا عابد إنه الله قريه إلهنا أن عدل العابدين انت وينو قرنيا لكن تفاصيل بدن انو قرنيو ماذا الشرط يطايما علم اجمالي اهو ضوضوب كأو حق لهم مدن الا عابد انو الله قريهي اذن ان عبادة للسينين ولا لا عابدين اي ساق كلق عبادة لو قاريال يو كلق لو تكن يو كلق لو سجودا يو كلق لو ندر يو كلق لبريا يو يا وكلي وح لوق ليو لوق ورعيو أن وعد عبادة كلي لوق قاريليو السلا الأقون صدو تضوب أهان أي شرطها وحكر الله شرطها إخلاص وإن الله درتي أي قطع الروح مركو التوحيد كلايمن أيو الشهادة أيو وإنني كاهين وإنني كاهين أدعي استستد يا أركاي المقلاي وين نهين وين النقطة إلهي كلي إنه كره لجلني إلهي وتشي سنة كره دني يكدوني شنّا إنه كجله نار نكجبت بعد أوربه لكن تدكوا إنه كأمانا المراد كيس عنوهين مرك إخلاص أي شرطي عمل كستو صالح أنا إخلاص كوالله شرطي أنا أغنى الشركاء عن يعني الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه النبي صلى الله عليه وسلم إلهي كسوري عمل كهدي عدك لا إله إلا لو ذات شيو إلهي عمل كما أقبله إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله حديث كالصحيحين كالنبي وحر صلى الله عليه وسلم من حديث عتبان بن مالك إلهي النار تواك حرمي وواك حاران تنمي كي هذا لا إله إلا الله استضو إلهي واتشي سكر رادين يكدوني وحك لك الربين وإخلاصك شرطي صدح هذا وحلو شرطي يقين روحي وإن الشك كم ريه أو يقين سيه يا الله كليه إن العابد أيه عبادتنا كلي وحق ليه يا الله نتشره توحيدك إلهينا أو يقين سيه أركانتي كلا إيمان كان أرمي سيها يقين أهان أن شكي وحليا كتري منافقين تايا وحاكسوا عن شكي وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون سيدو إلى هاي بقول يلي منافقين تمركوا الشيء قلبي يدو دي بشكي مركا الشكي نحي بي كنه نغنو يا يعني. وحي النقطين النار كبد بادين ومن انت محالة قصفي إن يقين كسوا بينا سيهبار أرمينا يا يعني. هضيت ابن مديسة يينو عبادة وحق ليه هضيت هاي النبي يد إلهي عليهم الصلاة والسلام هضيت هاي ملائكة إلهي هضيت هاي كتبت إلهي سودة شيء هضيت هاي يوم الآخر يوحى مركا قيردة دبدا دعا يوردن حساب له اجتك السراد له ميزان كله شنئي النار له كل ذلك هضيت هاي القضاء والقدر أركان الإيمان الستة رمانتو وإنسي يقين أهبال أهل الرمية وشكي كمرم متكم إذا أركان تهدوك الشكيو إيمانك سوى بري مثلا هدو يسير هدو انت كلواب الرمي سي هاي ورنيو ملا صوت ساري تانك دتك اللي يلوى لصوت ساري أرمي ريتشين تهدوك الشكيو أما ويلا هدو ورنفه ولصوت ساري تشررك إلا صوت ساريو بشكي قتشي هدو إلى هدو لكن أرواح دي النفاق كله يبوا للسوء لكن تشيرك إلا السوء لنا يو
تام يقين سني وما هو أنك شك السنة هاي ولا بعد لبع بانك هذو عين كاير هذو تو حين غنى إساء إن لا إله إلا الله دي سبرتي هو يقين تبوي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا مؤمنين وحاءه قرى إنما بالقري وأداة حصر كوبس بيفايدنيس اتكلم معها مؤمنين تي وقواص قرى وقوى إلهي الرسول كيس الرمائي ثم لم يرتابوا تبدنا أن شكنين وحشك اللي إلى هذا إنما أنا قرعي حصر ملقري وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وهو الله عطفي لكن ثم لم يرتابوا محاصم الله عطفي علماء وحي الهدي الماما يا شكيغاس إن ولي قد با يساوغ مريين أو إسلام مركاء الرميين كلي الله ما الشرطي إن شكيك مريين وإلى الأبد ثم الله كيني بني معنا سألة برارو وحاول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة كلا إله إلا الله إله هذا شهادتين كل واقع قلبي سنة يقين سيها سهبال أحور ما يسيها لفظ كلا وحق صار لا يلقى الله بهما عبد غير شاك إلا حرم الله عليه النار أضون كلما كلمه لبدا الشهاد إلهي كلما كلمه سدو شك كمرن إن إلهي النار تكحرم مويانا وحاران كيلا النار تينو قلو مركا إذا وإن يقين لهلا وشك لقمري شروطها وحكم إذا محبه وإن توحيدك قفك تشعل هذا إلهي تشعل هذا يا وحو إلهي يريد ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله عندك وحكم إذا متكيا لنا يا إلهي عذا أهين أنداد كردغنا يا قالوا إلهي الله السمي أو لما الصين أما كشبها أيه هو سو تشعليه سيدا الله لو تشعلادو كلو تشعليه اما سيدو الله تشعليه كلو يغنا تشعليه لو تفسير بهلكا كجرا علماء غير وحي يرهدين ان دادودنا وي تشعليين كو كلا الهي غرب دغيانا وي تشعلادين او سيدي الله لو تشعلانيه او تشعلايين بي ان دادودنا او تشعلايين او جعيل كبه كسمين الهي جعيل كا او غاركا وا ان لو غاريلا ساساوي كتب تفقه وحي قريان والشافعية هي حنفية باء كصغن روضة الطالبين كقريا الشرح الكبير كفتح العزيز كقريا كتبت حنفية قاركودنا يقريا هدون كو يلاهدو أو حاس كيسا كو يلاهدو أنت أحب إلي من الله كفر كبريا هاي أذان كاتش على إلهي أذان كوتش عيل بطنها يهدو يلاهدو وقالوا بيا من لده وكبحيا إمام النووي حقوق ريا روضة الطالبين كان رافعي وحقوق ريا العزيز شرح الكبير كان أي حقوق ريا ووجيز كغزالك وشرحي كنت بكره فقه أنا وجهنا المهم هو محي وحي نكتل ما مينا شعيلك إلهي لقارك يهي وإن نعدك للو داتشن أما إلهي أن عدك للو داتشن الله قد شعيل بضن عدك لأن الله شعيل بضن الله هو إن الله شعيل بطا لكن إلهي يعدك لهذه استسل الله تعالى وحي سوق ليس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله ما عصر نقنس الله ما قال وحي كفى الصيرين يحبونهم كحب الله وحي يتعليهين سيدا مؤمنين تو إلهي يتعليهين وكلا باي مشركين تو أندادا يتعليهين والله با تفسير باكو ترمش المهم صدق وإن للي ماداه لقرروا الشيخ يبين بين روح عينك أهل منافقين تشهد إلا إيمان يوشهد بين بينه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول الله يشهد إن المنافقين لكاذبون شهدت وشهد بين واسع أين رنك الشيخين أي كبين الشيخين
مؤمنتي محل الربا إن الشهادة ذكر الشيطان. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعني الله كبغى وكونوا مع الصادقين، صادقين تلا شركوا هذا النقطة خلينا أمر يا صدقها شهادة الله قرون شيء منافقين أنتم حيلا دين شهادة يبقى أفكارنا يا بين هذا الدمكة هينو قلب جودة أين كرون شيء يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم أفكبار كيسا وحي كأرانا إيان وحان قلب يدعوه تشرين مركا الشروط باي علماء الشرطيان أي النصوص تأي أدلة كرب حين وشروطها هذه كمدين لبب يتبعي علماء علم يقين وإخلاص وصدق كمع انقياد ومحبة والقبول لها وزيد الثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أولها وعلم لا أقول يشه ولو إجمالا يقين سهبال الله رميان لك الشكين إخلاص للي ما دو إله إلا سافيه لي صدق لقر الشيقة أيه ونبقى يكتها الروحة أي ربين بين كاهين قبول وأقبل أيه محبة وشعلان أيه توحيدك أيه هقانسي وهقانسي مركا شروطها سأي الله شرطيها طبعا قاركود مركا يفسر أيان لا إله إلا الله وحيكون فسران إله إنا يلهدان قاركود وحلوت شيدا بمعنى خالق أما قادر على الاختراع وكوح أبوه فسر أيان لا إله إلا الله وحيكون فسران إله إنا يلهدان قاركود وحلوت شيدا بمعنى خالق أما قادر على الاختراع وكوح أبوه أي إله لا يلهدان أما كأول إنه أبور أي لا يلهد إله تفسير كاس الصحمة وإله معنيه سماها إنه خالق لم معنيه لا شك إنه إلهي خالق يهي أسماء دي السنة خالق كم دي لكن لا إله إلا الله لما معناها لا خالق إلا الله معنيه سوى كبلارية ولا معبود حق إلا الله أما لا معبود بحق إلا الله كتب اللغة هذا يكتنى وحي قريان دمان إله إلا وقتشه المعبود كتب التفاصيل لفته ساسي قريان ولا مدرنا إجماع بيك صورورين قاموس المحيط كالسوقا قولي أله وبمعنى عبدا أله يأله إلهة وألوهة وألوهية وادة عباد إلا معنى أله وعابد إلا معنى مركا إله معنى دوام حي ومعبود وفعال ومعنوه مفعول ودعيه معبود سيد الفراش مفروش إله مألوه ومثل إله سدو لقى إله ياشو والعابد يبلو وشيدا ساساود عبد الله بن عباس وطلق الشيقي إنه آخرين شري ويذرك وآلهتك إساقوح آخرين شري وإلهتك مسدرك آخرين شري مكاسوح كفسر عبد الله بن عباس وإلهتك أي وعبادتك لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد يا آلي هذا العابد دي كالتقيان معنوهم ما هبوا يلي ابن عباس يسموا قراءة دي سفصيريا يا عبادة هذا أدي قال لقو عابد أيو كالتقيان موسى ويدارك وإلهتك ساسو يسموا آخر جري وقراءة الشهادة قرآن نمد ومصقنا إنك أكتيرنا سيدا يعني مركز سقني وآلهتك وي لكن موضوع الشاهد وحينوتشينا وحولي لأن فرعون كان يعبد ولا يعبد ويا فرعون آلهة عابد يمال هيره إساقال عابد الشري أي إساقو عدم عابد الشري وكيلي ما علمت لكم من إله غيري يا أنا ربكم الأعلى وكيلي مركا إريقا إله معنيه سوى معبود مركا إن لغو فصيره لا إله إلا الله إن لغو تشهد الله خالق إلا الله صح ماءها وكذلك تدكى غروحي كالوكو فصيران إن إله دان إله وحل لغو تشهد بمعنى مشرع شرع الدكين قل لا إله إلا الله معنى أدوام حيوى الله مشرع إلا الله بعض المعاصرين تكمل إذا سأل ليمين لكن علماء يهرى وحي الشيقين ماها إجماع علماء دون أساس يكسوا قيها أدلة دون أي كتو السنيسة اللغة دون أي كتو السنيسة وحانا ولي بعض دين أي آيات كقرآن كي حديث ويسوصر أياني لا إله إلا الله بدل كذا محال لينو الشيقين ملها قاركود اعبدوا الله ما لكم إلهي غيره محال لينو الشيقين ملها قاركود اعبدوا الله ما لكم إلهي غيره عبادة دين الله لقوك وبال لقوك شيء وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ألا تعبدوا إلا الله هي لا إله إلا الله وبمعنى
واسكو معنى تكلا مشرك العرب وقرن ين إلى هين وشره أو خالق يهاي أو وحابوره أشياء ذن يعبد يانه كلنا وحي سلاهين لهاي هيدين دوية لكن اسمي لهاين أشياء ذن با وحابوره يسوي حرزاق اسمي لهاي إما كقال ذي عربيد عبادات بي وقت هذا خار لا إيمان شرين إلهي أي ولا نيون يان أو لا إيمان يان هذا مرتا عبادات كنوع ساي لا إيمان يان وحكم إذا ها وقت هذا قار كودين حتشيان حتش كمر كي مادان محيورن شرين سيدا حدث الصحاح قصار ورطي وحيورن شرين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ده ده وحي كدري شرين إن ير أو ده هو شركة إلا شريكا هو لك تملكه وما مك هذا مرتا يا إلى هو كأجيبني تذكر روح على جاي بقينا مودان قال ذي عربين مشرك العرب إلى هينو شر بقينا نأمن سنين ده واحد شرنا ما هتاس هيا ضب ذن القرآن عضينا يا إن مركل لو يديه لها عرك يا أبو ردولك يا أبو ريدين كيا ذن أبين رجع الله 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 أي رجع يا هذا مرتا مركل سال لو يديه بوا حيران شر الله بأبو ري سيقولون الله سيقولون لله يعني الله بأبو ري رجع يا مركا الله إنه تروى آمن سنائين حتى مركا دارنا يد إله يكون دارا شرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت دارتو ذا كما الضنبيستا مركا دارنا يكون دارا شرين الله نقول حلقة يا بطاتك قاركود مركا ليها دارتا كما الضنبيستا دارو يا تين وحيالك لو كن دارتو ومركا إلهي لغو دارنا يهدو دون بيان تمرو لو حلينو الشيقية مركا دارتا كما الدنبايستا اي دارنا يان الله يكو دارن شرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت دارتا كما الدنبايستا عدى الله كو دارتاي ومشركين بايها ينسي مؤمنين مشركين بايها ينشك ماله وكوان بعثك ينكر ايان إلا مؤمنين تبعثك ما ينكراني مركا حجك مركا يمدان حجك لبيك اللهم لبيك إلهو كو أتشيبنو كو أقبل لي يرمضى ديبانو أقبل لي وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلهو كو أتشيبنو يرمضى دي أقبل لي يالي أوح وداق أملهد هذا هو مشركين هذا هو حيان لا شريك لك وفي صهدا حديثك صحيح وكسبيها في صحيح مسلم يا نبي قال الشيخ صلى الله عليه وسلم لا شريك لك بيرجلين وذاك إله ملهد وذاك خلص من إلا بيرجلين وذاك إله ملهد وذاك خلص من إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك وذاك ير أو أذيك كل سجن هذا موياني أو إسيا أد ملكيده يا وما ملك أن وحبي سجوا لهين الملكين سجوا وحبا مره إلى هيباله ومملوك لله هذا نوع الشريك لها سيسو قبطاه يا شريك أي نفين أيان وحيوغتش يمد مساوي إلى هاي لسمن لكن مدى المساوي هاي نوع السطاعة يا وإلى هاي لسم مريو عبادتنا لسم مرين أيو شفاعة سنة للرجين أيو إساقنا العابد أيو يا سو وسطنا هده وصم أيو كاسا يسوق أيان تملك أداة ملكية ومملوك لك معنه دعية أداة ملكية حتى نمع ذلك شريكنا وكليه أدوات لعابدي ويعبدون من دون الله عابدي ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء الشفعاؤنا عند الله وما ملك الله والتفسير باكس قصيدة كتب تشروح ذا حديث تقريسه تملك إله واد ملك ذا كاس وما ملك أي والذي ملكه كوي ملكية يليه هينا هذا قال السقي يوحو ليه هيبا هذا قال وضع له سوى الله فسر وحكى الله فسر تملكه واد ملك ذا هذا قال وما ملك ما دو النافيه السقي وحبا من ملكيه وحبا من ملك يا مركا شريتانك إلهي ويقر صناعي إنه خالق يهي الرازق يهي إساقو وحدبرو ملك قولنا إساقو ليه يهينا واقر صناعي أشياء دي عابده يانو وحي إصلاحي ربي هايدين دوويان ربنا هايدين كوستيان هايدين كشفاعة قادان وحي إصلاحي عبادة دا إنا يقع عابدان مرها دا وستاقو قتشيدان ليبكو مصونا وصيدا بقرر دا الدنيا دا إن طبان طابين يانو إذن كبيبيان وإذن دادهين يان ويدو كل شفاعة قاضي ينصاص إسرها أيضا مركا تشريتانك إلهي ويقرصنا أيضا مركا توحيدك على كل حال وأرن مهم أه يا رب ظن
oo tawxiidki wax yeelaya ayaa jira, tawxiidki macaasida iyo dembiyada iyo waxyaalahaasi way nuqsaaminayaan, iyo bidcooyinku ashyaada shirkiyaadka ahna way burinayaan. Marka wixii markaa burinaya iyo wixii nuqsaaminayaba waa in la iska ilaaliyo, tawxiidkii waa in la kobciyaa, waa in la kordhiyaa. Waxaa lagu badbaadayaa waa tawxiidkii, waa asalkii diinta. Cirarka iyo dhulkubayada ay ku qumeen sida markaa muqadimkuba haddeer uu sheegayay Sheekh Ismaaciil, yacni waxa weeye cirka iyo dhulka waxaa loo abuuray tawxiid daraaddii, khalaaqda waxaa loo abuuray tawxiid daraaddii, qiyaamo waxaa loo yeelay tawxiid daraaddii, rasuulada waxaa loo soo diray tawxiid daraaddii, waa asalkii diinta. Diinta inta kale farac bay ka noqonaysaa marka asinta inta kale farac bay ka noqonaysaa marka asalka muhimka in lagu dadaalo aad buu muhiim u yahay. Waxaa laga yaabaa dadka qaarkood ta inay tawxiidkii ku dadaalin barashadiis ya, laakiin laga yaabo yacni waxyaalo kale inuu aada ugu dadaalo oo furuuc ah. Waxyaalihii furuucda diinta in la barto waa fiican tahay, laakiin waxaa sii muhiimsan tawxiidkii in la sii barto, aada loo jilciyo, loo aqoon yeesho oo lagu dadaalo ayaa aad iyo aada u habboon. Badbaadadana taasaa lagu helayaa. Marka asalku badbaado ayaa furuucduna badbaadaysaa. Ya, soo imika guriga marka la dhisayo sees hoose ma leh oo looma qodo. Haddii sees aan loo qodin ka waran, soo iska dumi maayo sidaa dhulka laysaga saaro. Tawxiidku seeskaasoo kale uu ka dhigay. Dhismuhu wuxuu isku taagayaa seeskaasuu isku taagayaa. Seeskaa loo qoday ayuu isku taagayaa. Diinta inta kalena tawxiidkay isku taagaysaa. Tawxiidku asalkii diinti. Kalena tawxiidkay isku taagaysaa. Tawxiidku asalkii diinti. Marka tawxiidkii waa in lagu dadaalaa. Yacni waxa weeye shirkigii waa in laga baqaa. Waxyaalaha shirkiga waa in la bartaa, loo aqoon yeeshaa si looga taxadiro. Caraftu shara laa lisharri walaakin litawaqiihi waman laa yacrif ishara min annaasi yaqac fiihi. Tawxiidkii waa in loo aqoon yeeshaa, shirkigii waa in loo aqoon yeeshaa si looga taxadiro, laysaga ilaaliyo. Ya, oo aad markaa laysaga jiro. Haddaan markaa shirkigii la baran dayadoo aan la garanayn baa dhici karta ruuxu inuu ku dhaco. Marka si waxa weeye looga badbaado waa in loo aqoon yeeshaa. Yani waxa weeye aayaadka qur-aanka waxaad arkayseed aad laynooga digaya shirkiga. Ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa. Ilaahay ma dhaafayo in loo shariik sameeyo shirkiga iyo gaalnimada lagu dhinto. Waa dembi aan la dhaafaynin ciddaan ka toobad keenina ku dhimata gaalnimada laga dhaafi maayo. Laakiin dunuubta kale waxay taallaa taxta almashiia, doonista ilaahay bay hoos taallaa. Ka toobad keenin, hadduu doono ilaahay waa ku cadaabaya, hadduu doonana waa ka cafinaya. Laakiin gaalnimada hadduu ku dhinto lagama cafinayo. Walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbatanna camaluk walatakuunanna min alkhaasiriin. Haddii waxa weeye shirkigii lala yimaado shirkun akbar, camalku waa buraya, khasaaraana ka imanaya. Walow ashrakuu laxabita canhum maa kaanuu yacmaluun. Marka walaalayaal, aad ha loogu dadaalo in loo aqoon yeesho asalka diinta. Asalka in la ilaashado waa in lagu dadaalaa. Dikriga ilaahay lagu xusaayo kelmadda tawxiidka waa in la farabadiyaa. Laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah, laa ilaaha ila allah. Ruuxu carabtiisa waa inuu ku layliyaa, yaa, oo aad ugu celceliyaa. Hadhow markuu ruuxu sakaraadayo, haddaanu carabkiisa ku layliyin oo aanu baraysanin inuu laa ilaaha ila allah ku celceliyo, way ku adkaanaysaa inuu ku dhawaaqo, waayo nafti waa daciifaysaa. Yacni qofka dulqaadkiisa waa yaraanayaa, wuxuu shubi jirun buu markaa shubayaa. Yaa, ku celceliyo way ku adkaanaysaa inuu ku dhawaaqo, waayo nafti waa daciifaysaa. Yacni qofka dulqaadkiisa waa yaraanayaa, wuxuu shubi jirun buu markaa shubayaa. Yaa, dad baa lagu kari waayay iyagoo sakaraadaya laa ilaaha ila allahu dheh, oo markastoo laa ilaaha ila allahu laysiyaa u laqima, hees buu markaa ku dhuftaa. Qalbigii hees baa buuxisay, sida heestii marba ugu celcelinayaa naftu kaga dhacda. Qaar kale waxaa la soo raray iyagoo sakaraadaya in laysiiyo kelmadda tawxiidka u laqima. Diin cay iyo ilaah cay buu ku jawaabaa. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raaji'uun. Sidii diin cay iyo ilaah cay ugu celcelinayaa naftu kaga dhacda. Hadda ma aragtaa kuwa la sugaya waayo. Yusabbitu allahu alladiina aamanuu bilqawli saabiti fi lxayaati dunya wa fi laakhira. Cid walba ma aha kuwa mu'miniintu ilaahay sugaya hadalka xaqa ah ku sugaya. Marka waxa weeye kelmadda tawxiidka waa in yacni qalbiga ruuxa ay gashaa, waa inuu carabku caadaystaa, yaa, waa inuu ku celceliyaa. Inan baa mar la doonay in marka waxa weeye kelmadda tawxiidka waa in yacni qalbiga ruuxa ay gashaa, waa inuu carabku caadaystaa, yaa, waa inuu ku celceliyaa. Inan baa mar la doonay in camaliyad lagu sameeyo, deedna waa la suuxiyey. Markii la suuxiyey
أي إسقى إسلام مقنو الصحسن أي ذكرك كعل علنيا منتشو قلبيس كم وكشرع حال الدسوح كعل علنيا ذكرك يا بخاطر تقار كود بواحد كسترني إسقوية تدنيا ومن كود يا جرشاد ودي عقل قاد وتشوغال لجو كري وين تدك قار كودنا يقو كم وكشرع أي كعل علنيا ذكرك أما لا إله إلا الله أما سبحان الله وكعل علنيا وإسلام بقي مرك الروح وح وكعادية شو أيام مرك وحوي حالضة وضعيفنا وإيمان إسا وسهلنا إسا سدا ساود وإن عربك الله قل لي ليا وإن لجوع العليا وإن ذكرك كلمة التوحيد كإله الله روح الصي الله فرب ضياء آدي آد بي أمهم تهي رياضتك رياضتك الضمبابة لا سأل دوام حي ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين ما عابد الشرتين وسؤال عن التوحيد وسؤال عن الإخلاص وماذا أجبتم المرسلين مع رسول الله وشوابتين يا وسؤال عن المتابعة الإخلاص والمتابعة التوحيد والمتابعة أي اللي سوي ديني لماذا سؤالون أي أضدتك مركا للسؤالية أحلق قادنا يا آيات كصورة قصص قصقا أي كدري الشنيان أي كقادنا قبرك قفك مركا لنقول وحلو ويديا وحقوه الرأي التوحيدك من ربك وما دينك ومن نبيك أما وما كنت تقول في هذا الرجل وامتحان ملائك با قاضي حباشا قده هذا أنا لقو قاضي ضمارتا تدك غروحي دونيا امتحان كان ملائك قاضي إني جوابت تدك هؤست وقليبان قشقي با انتو فربطي الدنيا دي وارد نافي قشقي با انتو فربطي الدنيا دي وارد نافي عالم البرزخ بصي صعدا يا سؤاله ملائك ويدين إيسي بعد شوابتي للدونية هوستين لقى السيارة رقع شقيسا طبعا شقيسا بل الدونية شوابتي نهست اللي قد يقول مركز يا أدون كيلا هايو يا أدون كيلا هاي دلايو يا أدون تيلا هاي دشايو لو ملكو الشرف لا كو إيمانية وحي كو ويدين يا من ربك ربك هو كما وحاتر هذا ربي الله ربك هو الله ده وحي كورنا يا وما دينك دين تادواتما وحاتر هذا الدين يا الإسلام وحي كوراني ومن نبيك وحتى النبي محمد صداده هاي عسك ذا الحديث ضعيف ومشي الوسوري تلقين تسوغني يا تاني حوق ملاه هو ضعيف تلقين تسوغني وتلقين تقفكم مركو السكرات كي هي لقنوا موتاكم لا إله إلا الله لكن دارتي النرشة بإساقو كتغي وعالم الدنيا دارتي النرشة بإساقو كتغي وعالم الدنيا أم عالم دنيا بكتغي وعالم البرزخ تشوغة بس أشي هست وقلي بيا هذه لا تنفع أحبا ترميس حديث كان لقصة ورينا وضعيف ومسلقنا مركا وحوية ولا ليال اللي قد ذا للتوحيد كي يبرشديسة وبطكها